لاعب المنتخب الوطني أمجد عطوان يؤكد الشرطة بيتي الأول والأخير وعازمون على تحقيق لقب الدوري. مثل ما تعرف العودة في هذا بيتي الأول والأخير نادي الشرطة، لكن الظروف هناك يعني كان سبب الحصار اللي على الدوري الكويتي، انه عدم تأهلهم يلعبون في دوري أبطال آسيا او كأس الاتحاد الآسيوي. هسه حاليا انه هم فريقي مصدر الدوري وماخذ الدوري السابق، لكن انه ما راح يلعب، لا يلعب دوري أبطال آسيا، راح يلعب ملحق كأس الاتحاد الآسيوي. تعرف انا كلاعب محترف انه ابحث عن فرصة افضل، اتيت للدوري العراقي لان عنده مشاركات خارجية ونبحث عن فرصة تكون افضل لنا. سابقا كانت، لكن حاليا انا مع الشرطة. يعني اليوم يقول لك انه في سبب موقع او اعلامي سبب الصفقة مالتك تاخرت. الحمد لله والشكر، كل شيء من رب العالمين. الكلام هذا صحيح؟ الله موجود، هو ياخذ حق البشر، ما بيدنا شيء، نقدر ناخذ حقنا بدينا، رب العالمين هو واحد ياخذ الحق. ان شاء الله القيثارة الخضراء منافسة عن الدوري. رسالتك الى جماهير الشرطة؟ ان شاء الله انه يوقفون مع الفريق، وهذا الفريق ان شاء الله عازم على تحقيق اللقب.